وللوقوف بشأن انتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين وتصعيده في جنين، ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ محمد الخيق. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. يحتدم الجدل بين السياسيين والعسكريين في الكيان المحتل حول توسيع العدوان على الضفة الغربية، إلى أي مدى ترى أن الجدل يعني رشح عن المقاومة غير المتوقعة من قبل الفلسطينيين والتي تفاجأ بها الاحتلال؟ نعم، هذا الجدل يدلل على أن عمليات كاسر الأمواج وقص الأرشب التي أطلقتها قوات الاحتلال قبل عدة أشهر باءت بالفشل. هذا الجدل يعطينا إشارة مهمة إلى أن المنظومة الأمنية التي بنيت في الضفة الغربية انهارت قبل أوانها ولم تؤتي أكلها. على العكس من ذلك، أنشأت الفلسطيني الجديد المقاوم المسلح الذي لا يتبع إلى تنظيمات بقدر ما يتبع إلى حالة ثورية تخشاها قوات الاحتلال، ولأجل منعها ولأجل عدم واقعيتها وجدت اتفاقية أوسلو سيئة الذكر، ووجدت حالة السلام الاقتصادي وانهمار الدولارات على الضفة الغربية. كل هذا ذهب أدراج الرياح وعادت قرارات العسكرية الصهيونية بأن يكون هناك اغتيال عبر الطائرات وقصف عبر الطائرات. أين في الضفة الغربية؟ هذه الضفة الغربية التي بنيت فيها منظومة أمنية عميقة جدا، أعتقد أنها الآن تصارع الموت أمام صمود الشعب الفلسطيني وحالة المقاومة الصادمة للمخابرات الإسرائيلية. في المقابل يعني تبقى الانتهاكات أستاذ محمد، يعني أيضا انتهاكات غير مسبوقة من قبل الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة وغيرها، إلى أي مدى تستطيع سياسة القمع أن توقف المقاومة عن الاستمرار وظهيرها الشعبي عند الدعم؟ المشهد خطير بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي لأنه كان دائما يأمن جانب الضفة الغربية. هذا يعطيه ضوء أخضر للعمليات العسكرية والحرب والإجرام سواء في غزة أو في لبنان أو في مواقع أخرى كان الاحتلال يتبجح أنه ينفذ فيه عمليات عسكرية في المناطق والدول العربية. الآن في ظل حالة التوتر القريبة ونسميها هنا مسافة صفر بين المستوطن والمقاوم الفلسطيني في الضفة الغربية، هذا يعطينا مؤشر على أن الاحتلال لن يكون مرتاح في المرحلة المقبلة لشن أي عملية ضد غزة أو أي مناطق أخرى، لأن الضفة الأقرب إليه ساخنة جدا مسلحة وعسكرية، وهذا الذي كان يحاول مرارا وتكرارا أن لا يكون في هذا المشهد. لذلك هم الآن في حالة تخبط كبيرة. المقاومة في الضفة الغربية صفعة ليست سهلة، وهي صمام أمان لأي مرحلة مقبلة وأيضا رادع للاحتلال في أي إجرام مخطط له سواء بحق غزة أو المسجد الأقصى في القدس. طيب أو أستاذ محمد، في تطور نوعي، قيادة جيش الاحتلال سمحت بتنفيذ عمليات اغتيال بواسطة مسيرات هجومية، ما تأثير دخول المسيرات على خط المقاومة برأيك؟ لن يكون كبيرا لأن الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن هؤلاء مجموعات مسلحة، وهذا التجمع المسلح لا يمكن أن يكون فقط موجود في معسكرات، هو موجود في الشوارع وموجود في المدن وموجود في المنازل. هذا سيرهق المستوى الأمني الإسرائيلي، بالتالي الآن الضغط على المستوى الأمني أكثر منه على المستوى العسكري، لأن المستوى العسكري كان يعد الآليات والمدرعات والكادر البشري والجنود والإسناد والطائرات كي يتم الاقتحام ويواجه الشعب ويواجه ويقتل عدد من الشهداء ويصيب، وهذا يعطي حاضنة شعبية أوسع، لأنه كلما كانت المواجهة مباشرة كانت الحاضنة الشعبية أكبر نظرا لسقوط الدماء وحالة الغضب. المستوى الأمني الآن عليه الضغط لأنه يحتاج إلى جمع معلومات دقيقة وتقنية واستخدام الكادر البشري واستخدام الكادر التقني كي يتم تحديد مواقع المقاومين. هذا ملف هائل جدا أمام الاحتلال الإسرائيلي في ظل أنه قبل عدة سنوات كان يتبجح المستوطن
والجندي في الضفة الغربية دون أن يتم إطلاق رصاصة واحدة عليه. من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ محمد القيق، شكرا جزيلا لك.